موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سحب سفلى شاهدناها خلال صبيحة اليوم على سواحل الوسطى وأيضا الشرقية. الأجواء كانت صحوة كلما اتجهنا نحو المرتفعات الداخلية وكذلك بشمال الصحراء، بينما بقت سحب تغطي نهار اليوم الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد بحول الله السحب ستزول على كل المناطق الشمالية لتكون الأجواء مشمسة على العموم بكافة المناطق الشمالية، هذا بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر بعد السحب الركامية التي ستنتشر على المرتفعات الشرقية خلال الظهيرة. أجواء شبه مغشاة بالنسبة لمنطقة الصورة أثناء الظهيرة بحول الله، وتبقى مغشاة من أقصى الجنوب نحو الجنوب الشرقي لتكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المحلية. تطاير الرمال أيضا سيبقى يميز وسط الصحراء لغاية أقصى الجنوب. عن الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 8 إلى 11 درجة بسواحل، تنخفض بالمرتفعات الشرقية كقسنطينة خنشلة أم البواقي باتنا سطيف لتقارب 4 درجات فقط، بينما ترتفع بالمرتفعات الغربية كمعسكر غليزان تصل لغاية 12 درجة، 16 بشمال الصحراء في حدود 18 بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، 23 درجة بوسط الصحراء و30 درجة ستكون كعلى مقياس بكل من بوجبجي مختار وعين قزام. بالنسبة لظهيرة الغد الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع نحو المناطق الغربية، 29 درجة منتظرة بمعسكر غليزان شلف تلمسان، 25 بوهران والبيض، 23 درجة بالعاصمة أيضا بتيزي وزو، معتدلة بالمناطق الشرقية لتقارب 20 بكل من بجايس كيكدا عنابة تبسة وحتى باتنا، 32 درجة بشمال الصحراء، 34 درجة بمنطقة الصورة، 38 من تندوف نحو أدرار، 36 بثمن راس وجمال، و44 كعلى مقياس ببرج برج مختار وعين قزام. البحر خلال يوم الغد بحول الله يبقى هادئ إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الغربية، من قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا بسواحل الوسطى، ويبقى كثير الاضطراب نحو السواحل الشرقية. الرياح تبقى ضعيفة على العموم متغيرة الاتجاهات بالنسبة للسواحل الغربية، ضمن تيارات شرقية إلى جنوبية شرقية نحو السواحل الوسطى، تدور إلى شمالية غربية نحو السواحل الشرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله أجواء مستقرة ربيعية على كافة أرجاء الوطن. بعض السحب التي ستنتشر بمناطق أقصى الجنوب قد تكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، رياح قوية نسبيا بوسط الصحراء وكذلك أقصى الجنوب لتعمل على تطاير الرمال محليا. عن درجات الحرارة ستشرع في الارتفاع تدريجيا، مقاييس بين 22 إلى 26 درجة بسواحل، تصل لغاية 28 درجة بالمرتفعات الداخلية خاصة خلال يومي الأربعاء والخميس، سترتفع لغاية 32 درجة محليا خاصة بالمرتفعات الغربية، 38 بوسط الصحراء وال42 دائما كعلى مقياس ببرج برج مختار وعين قزام. نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة، وقت غروب الشمس سيكون في حدود الساعة 7 مساء و39 دقيقة، أما الشروق على الساعة 5 صباحا و50 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة ورمضانكم كريم. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.